السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم متابعي شيوات راديو، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لاباتا شو بالكريمة. واول حاجة غادي نحضروها هي الكراكلا او الطبقة المقرمشة اللي كتكون من الفوق. غادي نحتاجوا فيها 35 غرام ديال الزبدة تكون طرية، هنا معلقة كبيرة كتكون عامرة مزيان، ومن الاحسن كيف كنقول لكم دائما يكون عندكم ميزان في الدار باش تنجح لكم الوصفة، يكونوا القياسات مضبوطين. غادي نحتاجو بالنسبة للسكر والدقيق، غنحتاجو 40 غرام، 40 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال السكر سنيدة. عندي 40 غرام ديال السكر، هنا 2 معالق كبار عامرين مزيان. غادي نخلط أولا الزبدة مع السكر، غادي نزيد دابا الدقيق، غنحتاجو 4 المعالق كبار ديال الدقيق، ونرجع نخلط مرة أخرى. كنحصلو على عجينة بهذا القوام هذا. هذا غادي ناخد بلاستيكة وغادي نحط فيها هاد العجينة هادي، ونطلقها بالدلاب. على هاد الشكل هذا غادي ناخدها دابا ونحطها في المجمد. في المرحلة الثانية غادي نحضرو لاباطا شو. غادي نحتاج هنايا 125 غرام ديال الماء. لاحظوا معايا ان الكاس ديال العنبة ما عامرش حتى الفوق، باقي ليه شوية. غادي نديرو هنايا الماء في واحد الكاسرونة. غادي نزيد 20 غرام ديال السكر سنيدة. انا هنا كنعبر ليكم بالمعلقة بحال اللي ما عندهاش الميزان، يعني تحضر هاد الوصفة هادي. 50 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ، تقريبا معلقة كبيرة عامرة ونص، وهنا رشيشة ديال الملحة. غادي نحط هاد الكاسرونة فوق النار ونخلي هاد المكونات كلهم حتى كيوصلوا لدرجة الغليان. هنا نسيت ما ذكرتش لكم في المقادير، غادي نديرو شويه ديال الفاني، كنتسناو حتى كتذوب الزبده والسكر. هنا من بعد ما كيوصل الخليط او هاد السوائل لدرجه الغليان صافي كنطفيو عليهم. غادي نزيد على هاد السوائل دابا 75 غرام ديال الدقيق الابيض، بطبيعة الحال كيكون مغربل ودقيق يكون خاص بالحلويات. يعني 6 معالق كبار عامرين مزيان، وغادي نخلطو الكل جيدا. ومن بعد ما كنخلطوا هذا الخليط كنرجعوه فوق نار تكون مهيله بزاف، غادي نستمروا في التحريك ديالو حتى كيعقد لينا هذا الخليط او هذه العجينه هذه. ما كنتوقفوش نهائيا من التحريك ديالو، وكنأكد على النار تكون مهيله. صافي دابا غادي نطفيو عليه من بعد ما وصل لهذه المرحله هذه. لاحظوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كيرجع. من بعد غادي نزيدو البيض، عندي هنايا 2 حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض فكيكون بدرجه حراره المطبخ، اللي ما كنخرجوش من الثلاجه ونخدمو به.
غادي نزيد دابا الحبة الثانية ديال البيض، شوفوا معايا القوام ديال الخليط كيفاش كيكون. خاصنا نحصلوا على قوام يكون لامع بحال هكا. غادي ناخذ هاد لابوش وغادي نفرغ فيه الخليط. استعملت هذا الرأس هذا. انا وجدت لاطا اللي كتدخل للفرن وغادي نبدا نشكل حبات الباتاشو. بعد كناخذ هذا الخليط هذا اللي وجدت في الاول، كناخذ قطعه دائريه بحال هكا وغادي نحطوهم على الوجه على هذا الشكل هذا. انا مشعل الفران من قبل كيسخن على 150 درجه، مشعلها من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفرن ديال الغاز غادي تشعلو على نار تكون متوسطه من الفوق ومن التحت، وملي تبغيو تدخلوهم يطيبوا غادي تنقصوا النار، ديروا نار مهيله وتخليو الفران مشعول فقط من الاسفل. بالنسبه للفرن الكهربائي فانا غادي نشعل الفوق والتحت وغادي نطيبهم على 170 درجه. كل وحده والفرن ديالها ردوا معاهم البال، اللي يبانوا ليكم تنفخوا وتحمروا صافي كتخرجوهم. غادي نوجد دابا الكريمه باش نعمر هاد الباتاشو. غادي نحتاج 80 غرام ديال بودرة شونتيي، استعملت هذه اللي كتكون غبرة، وغادي نزيد معها نص كاس ديال الحليب يكون بارد اللي نطلعها بالطراب الكهربائي. كناخدو الحبة بحال هكا وكنحلوها بالمقص أو بالموس اللي كان. بالنسبة للكريمة درتها في هاد لابوش هذا ودرت هاد الرأس المسنن. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الباتاشو كحفله، كيجينا على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا الشكل ديالو صراحه كيجي جميل جدا. كيف ممكن تعوضوا هذه الكريمه هذه بلا كريم باتيسير؟ تحضروا لا كريم باتيسير وتعمروا بها هذا الباتاشو حتى هي كتجي لذيذه بزاف.
نتمنى هالطريقة تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوه، وكنتسنى التطبيقات ديالكم على مجموعتي في فيسبوك شهيوات راديا قريش. ما تنساوش تخليو لي لايكات على هذا الفيديو، كذلك الرأي ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، وما تنساوش الانضمام للقناة بالضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. ورا كننزل الفيديو يوم السبت ويوم الأربعاء مع العشرة عفوا مع الثمانية العشية، لأنني كنت كنزلو مع العشرة ديال الصباح، دابا رجعت كننزل مع الثمانية العشية. خليتكم على خير، إلى فيديو قادم إن شاء الله. تهلاو ليا براسكم، السلام عليكم.